بيبتدي فيلمنا بفيروس بينتشر عن طريق العين وبيخلي الناس تنتحر وبتموت بسببه ناس كتير، ومش بيتبقى غير مجموعة قليلة من الناس. يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا. بنبدأ بواحدة اسمها مالوري، وبتكون في الوقت ده حامل وقررت تبعد عن العالم وتعيش لوحدها، وبتيجي صاحبتها اللي بتجيب لها الحاجات اللي محتاجاها، وكمان بتسألها لو كانت تسمع عن الفيروس المنتشر في روسيا وبسببه ناس كتير انتحرت، لكن مالوري بتقول لها انه بعيد عنهم وبتقفل التلفزيون. بعدها بيروحوا عند الدكتور عشان يطمنوا على الحمل، ولما بتيجي تخرج بتشوف واحدة بتخبط راسها في ازاز المستشفى بطريقة غريبة. وقتها بتجري مالوري على عربية صاحبتها، وبيشوفوا كمان قدامهم ناس كتير بتنتحر وعربيات بتخبط في بعض والناس بتجري ومرعوبة، لكنها بتتفاجئ بان جيسكا صاحبتها اتصابت وبتتصرف زي المجنونة وبتبص في اتجاه كأنها شايفة حد، وده اللي بيخليها تعمل حادث والعربية بتتقلب عليهم. بتطلع جيسكا من العربية وبتبص ناحية مالوري، وبعدها بتكمل طريقها وبتقف قصاد العربية اللي بتنهي حياتها. في نفس الوقت مالوري بتكون مصدوم من اللي حصل وبتحاول تهرب مع الناس، لكنها بتقع على الارض وبتشوف واحدة خارجة من مكان عشان تساعدها، لكنها برضو بتتصاب بالفيروس وبتفضل تنادي على امها لحد ما بتوصل لعربية مولعة نار وبتنفجر بيها. بعدها بيجي شخص وبيمسك مالوري وبيخليها تبص في الارض وبيدخلها مكان بتبقى فيه مجموعة من الناس مستخبين في المكان ده، وبيحاولوا يتواصلوا مع اي حد لكن كل طرق الاتصالات بتكون مقطوعة، وكمان قنوات الاخبار قبل ما تفصل قالت محدش يخرج من البيت لاي سبب. في الوقت ده بيقفلوا كل الشبابيك والستاير، وبيظهر واحد اسمه تشارلي وبيقول لهم ان ده مش فيروس وانه ده كائن بيتجسد حسب مخاوف الانسان ونقاط ضعفه، وبيبصوا كلهم على مالوري اللي بتعيط وبتحكي على موقف صاحبتها اللي انتحرت، وكمان الست اللي حاولت تساعدها وبتنادي على مامتها قبل ما تنتحر. لكن مالوري بتتفاجئ لما دغلس جوز الست دي بيقول لها ان امها ماتت من 10 سنين. بعد كده بتروح تنام لكن مش بتعرف بسبب الأصوات والخيالات اللي بتشوفها من الشباك. الفيلم بيتقدم بالأحداث وبيجيب لنا مالوري في مركب في النهر مع أولادها، وبتحاول تتواصل عبر اللاسلكي مع أي حد للمساعدة. بنرجع بالأحداث تاني وبنشوف الباب بيخبط على المكان اللي قاعدين فيه، وبيسمعوا صوت واحدة ست. مالوري بتمسك البندقية عشان لو حصل أي خطر تلحق تتصرف، وبيغمض الكل عينيه وبتدخل الست اللي بتكون كمان حامل، وكمان بتقول لهم إنها فضلت تجري لحد ما وصلت للمكان ده وإن اسمها أولمبيا. بعدها بشوية في شخص منهم بيقرر انه يعرف ايه هيئة الكائن ده، وبيروح يشغل كاميرات المراقبة اللي في الشارع وبيتفرج عليها من البيت، وكمان بيخليهم يربطوه كويس عشان لو حصل اي حاجة ما يأذيش حد، والكل بيحذره لكنه مصمم يجرب. بنروح على مالوري وهي بتتكلم مع تشارلي، لكن فجأة بيسمعوا الصوت اللي بيخليهم يجروا على الأوضة وبيشوفوا الشخص انتحر بعد ما اتصاب. بتظهر مالوري وهي في المركب مع الأطفال وبيسمعوا صوت شخص في البحر بينادي عليهم، بتمسك المسدس بسرعة وبتفضل تضرب بطريقة عشوائية. بنرجع تاني بالأحداث وبنعرف إن الأكل خلص، وبيقرروا يروحوا يجيبوا أكل من السوبر ماركت اللي تشارلي شغال فيه وبيعرفهم الطريق. بيقسموا نفسهم ومالوري بتقرر تروح معاهم، وبيلونوا كل إزاز العربية باللون الأسود وإنهم يتحركوا بالجي بي إس وجهاز الاستشعار اللي في العربية. وأول ما بيوصلوا السوبر ماركت بيقفلوا كل الستائر اللي موجودة فيه، وكل واحد بيروح عشان يجيب حاجته، ومالوري بتلاقي عصافير وبتاخدها معاها. فجأة بيسمعوا صوت خبط على الباب لواحد يعرف تشارلي وعاوز يدخله، لما بيفتحوا الباب العصافير بتتحرك بجنون وبيحاولوا وقتها يقفلوا الباب، بس الراجل بيكون قوي جدا. تشارلي لما بيشوفه بيتصاب وبيقرر يضحي بنفسه عشان ما يأذيش حد منهم، وبيجري على الراجل والباب بيتقفل وراه، وقتها بيعرفوا ان تشارلي مات. بعدها بيرجعوا البيت بعد ما بيجيبوا كل حاجة محتاجينها، وقتها زميلهم بيسألوا على تشارلي وبيعرفوا انه مات. بتظهر مالوري وهي في المركب وبيخبطوا في مركب تاني، فجأة ابنها بيقع في البحر لكنها بتقدر تجيبه، لكن بتكتشف ان كل اكلهم وقع في المية. وقتها بتقرر انها لازم تروح لمكان عشان تجيب منه اكل، وبتعرف ولادها انهم ما يتحركوش من المركب وما يفتحوش ابدا عينهم، وبتربط خيط في المركب عشان تعرف ترجع تاني، وبتوصل لمكان شبه مستشفى وبتفتح عينيها بحذر. لكنها بعد ما بتاخد حاجتها بتسمع صوت غريب وبتقرر ترجع بسرعة، وبنشوف بنتها وهي سايبة المركب وعاوزة تروح لمامتها، لكن مامتها بتنقذها في الوقت المناسب. بنرجع بالأحداث لمالوري وهي بتسمع أولمبيا بتتكلم مع حد، وكمان بتلاقيها دخلت شخص غريب البيت. في الوقت ده دوغلس بياخد البندقية من مالوري وبيوجهها ناحية الشخص الغريب اللي اسمه جاري، وبيكون رفضه انه يقعد معهم في البيت وعاوزه يمشي، لكن بتظهر ست وبتقنعه انه يفضل معهم بطريقتها الخاصة، وبيحبسوا دوغلس في أوضة. وكمان بنشوف أولمبيا وهي بتطلب من مالوري توعدها ان لو حصل لها حاجة تخلي بالها من بنتها. بنروح على مالوري مع الأطفال في المركب وبتقول لهم ان في حد منهم لازم يفتح عينه وعشان يقول لها تروح في اي اتجاه بالمركب. بنرجع مع أولمبيا اللي بيكون معاد ولادتها في نفس معاد ولادة مالوري، وبنشوف الست الطيبة دي بتساعدهم في الولادة. وفي الوقت ده جاري طلع ورق من شنطته بيكون عليها رسومات غريبة، ودغلس بيطلب من جاري يخرجه من الحبس لكنه بيلاقيه بيحط العصافير في الثلاجة. وقتها بيعرف ان جاري مش طبيعي، وبيروح جاري عشان يشيل كل الاوراق اللي على الشبابيك، ودغلس بيحاول يفهم توم لكن توم مش بيسمعه، وبيجي جاري من وراه وبيديله الضربة اللي بتوقعه على الارض.
بعدها بيروح على اوضه اولمبيا ومالوري وبيطلب يشوف الاطفال وبيفتح كل شبابيك الاوضه وكلهم بيغمضوا عينيهم ما عدا اولمبيا اللي قامت ورمت نفسها من الشباك. وكمان الست اللي ساعدتهم في الولاده انتحرت وده بعد ما جاري خلاها تفتح عينيها غصب عنها. وبنشوف دوغلاس وهو بيحاول يقتل جاري لكن جاري هو اللي بيقتله وبيطعنه كذا طعنه، لكن توم بيقتل جاري وبينقذ مالوري والاطفال وكده مش بيفضل غيرهم. وبعد شوية بنشوف ان اللاسلكي جاب اشارة وبيسمعوا صوت واحد بيسألهم عن عددهم ومكانهم وان هل معهم اطفال ولا لا. وقتها مالوري بتكون متضايقة من توم عشان عرف الراجل الغريب مكانهم، بس توم مقتنع انه مش هيأذيهم وانه مش من ضمن الكائنات دي. وبنشوف توم هو بيحكي للاطفال هو صغير ازاي كان بيطلع على الشجر، بس بتيجي مالوري هي متضايقة جدا عشان هو كده بيخلي عندهم احلام عمرها ما هتحقق في العالم ده. بعدها بيروحوا يشوفوا بيت ياخدوا منه حاجتهم عشان يبدأوا رحلتهم في البحر، لكن بيسمعوا أصوات عربيات برا البيت. وقتها توم بيقول لمالوري تاخد الأطفال وتهرب وهي بتبقى رافضة تسيبه. توم بيحاول يقنعها وبيطلع للأشخاص اللي برا وبيسألهم عاوزين ايه. واحد منهم شاف مالوري لكن توم فتح عينيه عشان يقدر يقتله وبالفعل قتلهم وانتحر بعدها لأنه اتصاب. وبنشوف مالوري وهي مستنية توم لكن بتعرف انه خلاص مات وبتقرر تهرب هي وأطفالها. وبعد 42 ساعة من مشيهم في النهر وصلوا لأصعب جزء فيه ولازم مالوري تختار واحد منهم يفتح عينيه عشان يقول لها تمشي ازاي. بس يا ترى هتختار مين عشان تضحي بيه؟ لكن في الآخر بتقرر انه محدش يفتح عينيه. لكن في الوقت ده المركب بقى يمشي بسرعة لحد ما اتقلب بيهم وكلهم وقعوا في المية وبدأت تنادى عليهم فترة لحد ما قدرت توصل لهم واحد واحد. بعدها بيروحوا ناحية الغابة وبتحاول تدور على أصوات العصافير اللي الراجل قال عليها، لكن بتسمع صوت جيسكا وتوم بيندهوا عليها، لكنها بتبقى عارفة انهم ماتوا وكمان بتوعى وبتفقد أطفالها اللي في الوقت ده بيسمعوا صوت شبه صوت أمهم وهي بتقول لهم يفتحوا عينيهم. لكن مالوري بتقول لهم ان ده مش صوتها وبتقول لهم ما يفتحوش عينيهم. وبعد ما بتوصل لهم بتكمل طريقها ناحية أصوات العصافير، ولما بتوصل للمكان بتخبط على الباب بس ما حدش راضي يفتح. بعد وقت بيدخلوهم وبيتأكدوا منهم انهم مش مصابين، بعدها بيرحبوا بيهم. والمكان ده بيبقى عبارة عن مدرسة كبيرة وفيها ناس كتير، وبتعرف مالوري انها اخيرا وصلت للأمان. وبتقابل الدكتورة بتاعتها هناك اللي بتسألها عن اسماء الاطفال وبتسمي البنت على اسم امها اولمبيا وبتسمي الولد توم. وبكده بيكون وصلنا لنهاية فيلمنا، لكن افلامنا لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيلم هننزله.